طب حد بيتجوز قاصر؟ عايزه تمشي دغري؟ حد بيتجوز أني قاصر؟ أني قاصر؟ سهير رمزي؟ الحمد لله انت سألتي. بقي كلامي لسهير. هي قالت لحظه بس تنقول للناس اللي ما شافوش الموضوع وما يعرفوش، قالت انه اولا ده لعلمك ده يوم الخطوبه، ده كان يوم الخطوبه، كان عندها 16 سنه وجت ورده غنت، وكانت ورده لسه هنا جايه ضيفه، جابت الفرقه المسافه، فوجئت على باب الفيلا داخلين تقول لي انت بتتجوز من ورايا يا سر. ما كانش، كانت خطوبه، كانت الخطوبه، كان الصورة عندها، ولما اتجوزنا كان سنها 21 ولما انفصلنا كان سنها 24. في الفترة ما بين 16 و21 اتخانقنا مليون مرة، وارمش ترمي الشبكة واخبط بالعربية في الحيطة، وشغل العيال الصغيرة مراهقين ورجع على ورجع مين اللي جوزنا؟ بليغ حمدي، كان عبد الحليم وكمال وبليغ. فجيت عبد الحليم لقاني قال لي انت لسه بتحبها لغاية ده؟ قلت له تيجي معايا عبد الحليم؟ قام بص لي كده عبد الحليم قال لي لا. فبليغ قال لي حلموس انا حاجي معاك. والاول مرة بليغ نطلع واطلع في عربيتي وبليغ قدامي نروح البيت، ودخلنا على دورية الله يرحمها، قال لها يا دودي فين سهير؟ قالت له عندي جيران. شوف انا بقول حاجه ولا هي تفتكرها، اندهيلها ندهيت لها، جت قال له جلال سكرتيره روح هات مأذون. فراح جاب مأذون كتب الكتاب، وقعد بليغ يغني ويعيط. يا بليغ بتعيط له يقول لي اول مره اعمل شيء مفيد في حياتي. شوف الطرافة بتاعت الليلة دي. وجينا لما أنا فاكر في اليوم ده يوم جبار، عبد الحليم بيقدمها في التلفزيون في الإذاعة قبل الراديو قبل الفيلم. فأنا قاعد بسمع الأغنية وشوية، وجي حسن الصيفي ومين ومين، نزلت قالت لي حلم النبي اقعد، لأن كانت تقعد تقرا قرآن في أوضتها. فنزلت قعدت معاهم، قعدوا طولوا في القعدة، فقلت لها سوسو أنا تعبت. قالت لي يعني كده انا هضطر. نزلت طلعت قالت لي ايه؟ قالت لي على فكره حسن الصيفي عرض عليا فيلم اسمه ست بنات وعريس، عملت مش سامع وانا قاعد بسمع جبار. فقالت لي يا حلم ما بتردش ليه؟ بصيت كده اما قالت لي والله بكلم جد. قلت لها طالب، واظن قالت لك الاسماء كانت في ايد حلمي. طلقتها على الموضوع ده؟ ايوه هي قالت لك ان عشان اشتغلت السينما. ما انا سمعت الشبط جالي الحلقة خلاص. سهير ما اقدرش اقول عليها غير كل كلمة خير. ليه؟ لان عملت خير كتير جدا لناس لا تذكره، بس انا عارفه. ومعك عارفه. انت كنت ومعك كانت عظيمة جدا، وكان بيني وبينها قصة حب خطيرة جدا. بدأت ازاي؟ نعمل بيها فيلم بقى. طب وليه ليه كنتوا تتخانقوا كتير؟ بتخيل ان انت بتغار، نوعك بتغار. لا هي كانت نجمه ولا ممثله، ما الصور موجوده وعلى اليوتيوب موجوده. الصور كانت رفيعه وبتاع، انما احنا لما جينا انا بسجل في التزامن واحد وهم في التزامن اثنين، فبتقول لها مين ده يا ماما؟ فبتقول لي يونس المهندس الاستوديو مين ده؟ قال لها ده حلم بكر اللي قدم اغنيه ورده في حفله قدمه جلال معاود. قلت لها يا ماما اسلم عليه. دخلوا الاستوديو قالت لي بنت سهير اهلا بيك بتاع بنت سهير. قلت لها اهلا يا فندم، وكنت مؤدب وخجول. ولما واحده تتكلم اكني ست بتعاكس راجل اتكسف. انا كنت كده. بعد ثلاث ايام المهم بطالع فبقول لهم معاك عربيه، وانا كان معايا عربيه بابلة لسه بادئ جديد ما اوكي. فاخدتهم وصلتهم بيت، دخلت فبتوريني صور معموله في البوم على اساس دريه بتعدها للسينما. فبصيت كده خزقتهم. هي بص انت بتقطعهم ليه؟ قلت لها مش انت ده، دي شوف الدقائق كانوا صور. قلت لها مش انت صوره مثلا كذا مش انت. المهم مشيت. رابع يوم كلمني فؤاد الالفي المخرج الله يرحمه، وقال لي خد كلمة، ما كانش فيهم موبايلات، قال لي خد كلم مدام دوري علمي احنا عازمينك على الغدا، واللي طبخه النهارده سوسو. قلت لها يا فندم انا بعد انت. قالت لا خد بالك ماليش دعوه. شوف التفاصيل. فكلمها قالت لي كنت دايما تهزر تقول لي يويو هي بتاع. قلت لها حاضر جاي. رحنا دخلنا قعدنا في الدور الثاني، ودريه قالت انا حسب كنت تتكلموا مع بعض، ونزلت. قعدنا نتكلم، طلعت والدنيا مظلمه. ايه يا ولاد انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ دريه كانت غاويه تضحك دايما كتير. فقلت لها ابدا يا فندم وبتاع. قالت لي بص يا واد انت وي انزلوا هاتوا دبل وبتاع. قلت لها بس انا لسه بادئ حياتي. شوفي الحوار بقول لك الدقائق.
وبدأنا بدل ما انزل اجيب دبل جبت شبكة. خلاص؟ وجينا بدأنا بقى ايه؟ انت مش عارف ايه؟ لا هقول لك حاجة. وخطبته يعني في سن الستة عشر. وخطبنا واحنا مخطوبين بعمل اغنية لمحرم فؤاد فنزلت. شبوريك بقى العلاقة اللي بيني وبينه. فكل شوية حلم ايه؟ عامل ايه؟ ايه تا تا. فمحرم قال لي السفراجي قال له ما تدخلناش تليفونات خلينا نكمل الاغنية وكان معنا مرسي جميل عزيزي. خلاص؟ اللي هي أغنية عزيزي وحبيبي اللي كانت سبب في انفصال أو زعل كان عبد الحليم عمل جواب. طيب. أغنية جواب ودي بتاع المهم مروح قال ما تيجوا نتعشى في مكان ما حلاوة ما عملنا الأغنية. دخلنا المكان كان فيه بيتعمل حاجة اسمها سهرات الأسبوع. مين موجود؟ أحمد رمزي ومين ومين وترابيزة كبيرة من ضمن الصور طلعت أنا. فأنا جيت قلت لها سوسو كلمت في المكان اللي انا فيه انا جاي. قالت طيب. قالت للشغالين حضروا لي ميه سخنه من الدور الثاني. انا داخل قالت لي حلمي ما كانتش الحله طلعت لسه بالميه. قالت لي ارجع اتاكد من باب الجنينه. فرجعت عبال ما رجعت راحت مدبساني الحله من فوق ميه سخنه. طلعت انا عشان ما اعملش مشاكل فقلت يا هاتولي فوطه بتاع اتجننت هي كان من نوع السائر. انا نايم بعديها باسبوع نزل في الكواكب سهرات الاسبوع وانا بقى قاعد والترابيزه ومستانس ومطلقني وضرب كان الاسلوب بتاع حياتنا كده. لا 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 ده كان الاسلوب بيني وبينها. اه وانا كنت دبلوماسي جدا لاني بدانا بس انت كمان برضو كنت سائر معاها. انا بقى التصوير ايه كده طيب شغل عيال. بس شغل. كان عندك مشكله على شغلها والتمثيل؟ لا انا لا ما كانتش مثلت. لا 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 وكانت نفسها تطلع مضيف الطيران هي. اوكي خلاص بس انت ما كنتش بعد ما اتطلقنا عملت الفيلم بتاع ست بنات وعريس. مين اللي عمل مزيكته؟ انت. انا عامل لسوير حوالي ست افلام بس كنت اتطلقت وكنت طلقتها بس اصدقاء ونتقابل واسال وتتكلم وبتاع وجت ذريه. بس انت كان رفضك الاساسي ان ما تخشش التمثيل ليه؟ ايه في فرق بين ان انا جيت لقيتك لابسه كده وفجاه وداخل لقيتك شايله شعرك وعامله بتاع. انا احبك زي ما عرفتك. مش انا ضد ولكن انا مش عايز اغير صوره او اي ملمح من العلاقه اللي عشان تنمو. يمكن برضو كمان انت بالجو الفني وبتعرف بقى كل القصص. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وفيما بعض الشعراء قال كل سنه وانت لئيم.